والصلاة والسلام على أشرف المرسلين باسم المكتب الإقليمي شباب التجمعية بني الملاب، ورحبوا بجميع الحاضرين لهذا اللقاء التواصلي الذي تنظمه التمثيلية الإقليمية للشباب التجمعية بني الملاب بالتنسيق مع شبكة أساتذة الجامعيين التجمعيين حول الحصيلة الحكومية المرحلية، وهي المناسبة للوقوف على المنجزات الهامة التي حققتها الحكومة خلال سنتين ونصف من العمل الجاد والفعال على مستوى مجموعة من الأوراش الحيوية والاستراتيجية، وعلى رأسها تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية من خلال استهداف أسر الهشة والمتوسطة بإجراءات فعالة ومؤثرة. سعت الحكومة من خلالها إلى تكريس العدالة الاجتماعية وتعزيز التضامن والتماسك بين مكونات المجتمع المغربي من خلال الأسرة كدعم أساسي للمجتمع. وفي هذا السياق تفتتح الشبيبة التجمعية المجال للنقاش والحوار وتبادل الأفكار بين السياسيين والأكاديميين والمواطنين. ولنا اليقين وكامل الثقة في مساهمة هذا النقاش في تعزيز الدينامية التواصلية التي ينهجها حزب التجمع الوطني الحرار في تحسين حقيقي وفعلي للأدوار التقديرية المنوطة بالأحزاب السياسية. وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.